يمكن انت اليوم اكثر شخص بيقدر يعبر تجاه يلي عم بيصير. انا اول شيء بحب اغتني من الفرصه لعزي عائلة الملازم أول سامر طانيوس من رمايش، رمايش اللي تعود يتقدم أبطال على مذبحة الوطن. كما بحب عزي الملازم جورج أبو صعب وعائلته، جورج اللي ضحى بفوج المغاوير سنين طويلة مشان هالوطن. أنا اليوم بدي اغتنم الفرصة عبر برنامجك لأتوجه مش للسياسيين، لأتوجه لرفاق السلاح اللي هني عم بيقاتلوا اليوم بصيدا. بطلب منهم يستمروا بالقتال حتى ينعلن وفاة أحمد الأسير وما يوقفوا، لأنه إذا وقفوا رح ترجحوا يجرحوا أميات وإخوات كل الشهداء اللي استشهدوا. عم بيشوفوا اليوم كل الناس عم تظهر من الحبوسة، هيدي البدلة كفيها دم دعسوا عليها باعوها ليوصلوا للمناطق. ما بقى فينا نتحمل أكثر من هيك، قدمنا كثير واليوم دور الشعب يقدم، دور الطوائف يقدم. والدخول للمسجد بصيدا لما بيكون في شهداء بالجيش، هيدول مقدسين، لا كنيسي ولا مسجد لازم يوقف بوجهن. انا بتمنى على كل سرايا المغاوير الموجوده اليوم فوق تابع القتال لاخر طفر الدم. يمكن هذا التمني كمان بيشاركوك فيه كل اللبنانيين اليوم يلي عم بيعبروا عن رأيهم على فيسبوك وتويتر، وعم بيعبروا عن دعمهم فعليا للجيش اللبناني وعن إرادتهم بأنه يستمر للآخر وما يتهاون تا نخلص فعليا من هالظاهرة. أنا بدي أشكر مداخلتك إلي الحاج، وطبعا بدنا نرجع نعزي من خلالك أيضا كل يلي سقطوا بمسيرة الجيش اللبناني. شكرا شكرا لك. حيي كمان الاستاذ إلي الله يرحم بيه اللي